الله على أشرف المرسلين. بداية نقدم لكم نفسي كرئيسة جمعيات نساء الوحدة للتنمية والمواطنة، جمعية اللي كتدافع عن حقوق المرأة. ومن هذا المنبر أنا بصفتي رئيسة الجمعية من هنا جيت أنا باش نتكلم على واحد الإنسانة، واحد السيدة اللي تعرضت تنقولوا الاغتصاب من طرف واحد الشخص اللي نتج عليه جوج ديال الوليدات التوأم. من هذا المنبر انا كنناشد القلوب الرحيمه، كنناشد الناس اللي عندهم سلطه في هاد القضايا، في مثل هاد القضايا، باش يمدوا لينا يد المساعده باش انا هاد الوليدات نضمنوا لهم حقهم ما يضيعوش. انا بغينا نديروا لهم وريقتهم انه يكون عندهم الحق في المجتمع. هاد الانسانه اللي هي حالتها ضعيفه جدا، هي في العالم القروي كتشتغل غير في الحقول، يعني ما فحالهاش، وتا هي مسكينه يعني بغات حتى هي تضمن حق الوليداتها وحقها حتى هي كمراه، لان واحد الانسانه اللي ساذجه بزاف، ماشي واحد الانسانه اللي تبارك الله متعلمه ما قارياش وبغات انا تضمن حقها وحق وليداتها. ونظرا لظروفها العائليه، حيت كيف ما كتعرفوا جميع ان الناس البربر هي من نواحي ديال اي تورب، هي واحد الانسانه اللي عايشه في واحد الوسط اللي هو محافظ بزاف، الناس مساكن فقراء وغاديين كي تنقولوا في جنب الحيط، يعني داكشي علاش هي ما بغاتش تبان. وجات التمسات من الجمعيه انا هي اللي تنوب عليها زعما باش تدافع عليها وعلى وليداتها، داكشي علاش حتى انا هنايا اليوم كنوب عليها. علاش ما بغاتش تبان؟ ما بغاتش تبان حيت الاب ديالها والام ديالها ناس محافظين وناس زعما فقراء وكيخافوا من هضره الناس، كيخافوا من المجتمع وحضروا رؤوسهم بزاف، لان هذيك راه ماشي شي حاجه اللي بسيطه. ان البنت خرجت حامله بجوج توأم، ماشي حتى واحد، راه فاجعه بالنسبه للوسط. قولي لي دابا هاد السيده واش كانت خدامه عند هذاك السيد اللي اغتصبها، ولا كانت خدامه عند الاب ديالو، ولا شنو؟ لا، هاد السيده هادي كانت غريره بها، غير غريره. ضحك عليها السيده هادي، كانت كتنافي هو تيسوق الطاكسي، كانت كتنافي من اي تورير النواحي تاع اوريكا، تما كانت خدامه في هذوك الجنانات. وتما فين الصراحه هو استغل السذاجه ديالها واستغل البراءه ديالها. عرفتوا الناس ما قارياش، انسانه ما قارياش ما واعيش، يعني هي واحد الانسانه اللي ساذجه لاقصى درجه، داكشي علاش هو لقى الفرصه وتفلى على ديك الانسانه. وملي حملت شنو قال لها؟ قال لها سيري في حالك ولا شنو هذا؟ منين حملت التجأت ليه وقالتها لي، قالت لي اودي راه انا وقع قال لها سيري شوفي قلبي على شكون هو با، انا ما كنعرف كاع انت شكون هي انت، حيت هو كنقولوا غير شوفوا الطاكسي انا كيوصلهم وكيجيبهم كيديهم، يعني راه يقول لها ملي كتمشي شنو هي. نظرا لكون يعني عائله محافظه والاب ديالها والاخوه ديالها قالوا لها الا بنتي ولا شي حاجه غادي ننتقموا منك وداك الشيء، يعني التجأت لك انت كرئيسه الجمعيه باش يعني تكلمي تنوبي عليها. دابا حتى خوتها حتى هما يعني حتى ما رضاوش بالوضعيه، وقالوا لها الا جيتي انت وتكلمتي او لا كانت شي اشهار او لا من طرف كنتي وفيه انت الصوره ديالك، راه صافي يعني اعتبري انك ما زعما تبراو منها وما غاديش باقي انها تبقى معاهم في الدار. داكشي علاش التجأت ليا وهي وكلتني انا وعطاتني وكاله باش انني انا ندافع عليها وندافع على حقوق وليداتها، وكنتمنى من الله يوفقنا ويوفق جميع. شنو هو المطالب ديالك كرئيسة الجمعية تجاه هاد السيدات؟ انا كنطالب من هذا المنبر، كنطالب السلطة المحلية، كنطالب من جلالة الملك انه يكونوا في بحال هاد الحالات، يكونوا الناس اللي بيوقفوا مع هاد البنات هادو، يعني انا يضمن حق هاد السيدة، ماشي حنا في دولة القانون دولة الحق، بغينا نضمنوا حق لهذيك الام وهذيك البنت الحق ديالها ونحفظوا. كنناشد من هذا المنبر، كنناشد جميع الجمعيات الحقوقيه اللي كتهتم في مثل هذه القضايا، الله يجازيكم بخير. لا كنطالبكم انكم توكلوا لهذه السيده محامي، من دوك المحامين اللي كيدافعوا لهاد الناس مثل هذه الحالات هذه، حيت هي ما فحالهاش، انسانه فقيره معوزه لواحد الدرجه اللي ما يمكنش لي نوصفها لكم، الله يجازيكم بخير. هي راه بغات غير وريقتها، بغات غير وريقه الوليدات تبض من حقها وحق وليداتها. كنشكركم بزاف، وكنشكركم بزاف من هذا ونيابه عليها هي، كنشكركم عاوتاني الى مديتوا يد المعاونه، راه ربي عز وجل غيجازي كل واحد. وكنتمنى من الله عز وجل انه يوفقنا باش انا هاد السيده هذه ما نضيعش، لا هي ولا وحده اخرى ولا وحده اخرى، يعني نكونوا حتى حنا في هذه المسيره في هذا المسار هذا، باش اننا يعني نزيدوا لقدام بمجتمعنا ونزيدوا قدام بوطنيتنا. راه حنا مسلمين، خصنا نكونوا حتى حنا يد وحده، والله ولي التوفيق. عاودي ذكرينا بالجمعيه نتاعتك باش اللي بغى يتصل بك.
واللي زعما اللي محتاجه اولا جمعيه نساء الوحده للتنميه والمواطنه، جمعيه نساء الوحده للتنميه والمواطنه باي تورير. رحنا فاتحين اي تورير اقليم مراكش، اقليم الحوز، اقليم الحوز بمراكش. رحنا فاتحين الباب لاي مساعده، فاتحين الباب لاي زعما في جميع المجالات. عندكم شي مقر المرأة؟ عندكم مقر؟ اي عندنا مقر اي تورير. العنوان اجنتو اي تورير اقليم الحوز. الحوز وكذلك اللي بغي يساعدكم يا راه الرقم ديال الهاتف راه غادي كاين في الشاشه. اييه جزاكم الله كل خير، حتى اللي بغي يمدنا بيد المساعده باش اننا نزيدوا لقدام ونعاودوا نكبروا باش اننا نكونوا حنا راه كنخدموا على الطفل والمراه، ماشي غير المراه، كنخدموا حتى في المجال على الاطفال. وكنشكركم بزاف بزاف. كما قلتي لي قبيله، قلتي لي راه هذيك السيده مستعده انه اي حاجه تطلبها منها المحكمه في مياه واخا حتى لا ديان التيران. ايوا حتى هي كيف ما قال الاستاذ انها راه حتى هي مستعده انها تمشي معكم في جميع الخطوات، غير هي ما تبانش في الواجهه، يعني غادي نكون انا معها. هي مستعده دير لا ديان لوليداتها باش انها تضمن حقهم، مستعده انها تواجه هذاك الانسان باش انها تضمن حقهم. وكنتمنوا من الله سبحانه وتعالى انه يوفقنا ويوفقكم لما فيه الخير وفيه صالح العام. وشكرا. تابعونا في قناه اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصيه الجرس باش يوصلكم كل جديد، ديروا شير للفيديو وبارطاجوا الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.